العدوان يعني على الآخرين، يكون فيه عدوان لا على من ظلم لكن على الآخرين أيضا، مثل يري واحد مثلا ظلمت الحكومة من الحكومة ويروح ما يعتدي على الحكومة، يعتدي عليها وعلى الناس، هذا لا شك أنه اعتداء وظلم منه ومخالفة لما يجب عليه شرع. الله جل وعلا أذن في الانتصار لمن ظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وكذلك قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن إذا جاءت الألفاظ، إذا انتصر لنفسه باللفظ جاء فيها ظلم ثاني ويتعدى فيصبح فتنة جديدة على الناس، مما يدخل في ذلك من ظلم الناس واقع بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد، يكون الأتباع ما يدرون، لا يعلمون أين تتجه الساحة، هذا خلاف الجهاد المأمور به شرعا. الجهاد المأمور به شرعا يعلن عنه ويؤذن به الإمام أو القائد ويدعو إليه، كل عارف أين يذهب. لكن تأتي مثلا أشخاص كثير ينتمون إلى جماعة ويصيرون معهم، ثم بعد ذلك يتصرف واحد بتصرف فيقع على الجميع سجن أو طرد أو ذهاب عن أعمالهم ونحو ذلك، هذا نوع تعدي وهو من ترك الصبر، وهذا حصل في مصر في بعض الأوقات، وحصل في سوريا أيضا في بعض الأوقات ونحو ذلك، مما هو معروف في تاريخ الدعوة الإسلامية في تلك البلاد. فالمقصود من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أبيح له أن يدفع الظلم عن نفسه بقوله أو بفعله، لكن بشرطين كما ذكر شيخ الإسلام هنا: الأول القدرة أن تكون قادرا على دفع الظلم، الثاني أن يؤمن التعدي. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما يظلم الإنسان من ظلمه، لا، يرد الظلم بحسب، لكنه يجي يقتص بأكثر مما فعل به، هذا تعدي مما هو معروف. هذه كلمات كلها أقول من شيخ الإسلام منهج. نعم صحيح، الجهاد لا بد فيه من مميزة الصفوف. إذا صار الجهاد لا بد فيه من تمايز الصفوف، أما إذا صار المسألة مختلطة بتعدى ناس موجودين مثل الكفار لكن فيهم مؤمنون، يعني معهم مؤمنون ومعهم مؤمنات، كما قال سبحانه: لو تزيلوا لأذن الله جل وعلا لنبيه بقتال أهل مكة، لكن لما كان المسألة هكذا ما أذن جل وعلا. هذا أصل عام مثل ما ذكرت، كلام جيد جزاك الله، هذه آية عظيمة. فالجهاد لا بد فيه من تمايز الصفوف، لا بد فيه من القدرة، لا بد فيه من الوضوح.